اللجنه النقابيه بالشركه الوطنيه للزيوت النباتيه كارجي. مشكلتنا ابتدت بتعيين اداره جديده في شهر اغسطس. كان لينا بعض المطالب المشروعه كان تم عقد اتفاقيه بيها. الاداره الجديده خلت بالاتفاقيه، دخلنا في اعتصام سلمي من يوم 14/12 حتى تاريخه. واخدين وعد من وزيره القوى العامله ان شاء الله مشكلتنا تتحل بنهايه الاسبوع المقبل. عندنا امل في بعض الاشخاص الموجودين في اداره الشركه حاليا، زي الاستاذ ايهاب تاكله المدير المالي، مدام درمين فوزي مديره الاتش ار، مستر يوهانس تيل ده عضو منتدب للشركه. ودي حالتنا، احنا مستمرين في اعتصامنا السلمي الذي لا يعطل العمل حتى ان تنتهي المشكله. ناويين تتحركوا ازاي لو لم يتم الاستجابه لمطالبكم؟ والله احنا هنتحرك في اطار قانوني برضه، يعني ناويين التصعيداتنا كلها تبقى قانونيه عن طريق منظمه العمل الدوليه، عن طريق وزاره القوى العامله. التصعيداتنا كلها هتبقى في اطار القانون، لان احنا يهمنا مصلحه المصنع والشركه اللي احنا شغالين فيها برضه. هل هيتم تعليق الاعتصام؟ لن يتم تعليق الاعتصام حتى حل المشكله بصوره جذريه. كان في اختلاف بين حكومه الببلاوي وحكومه محلب في التعامل مع المشكله؟ والله حضرتك احنا موضوعنا عمالي بحت لا يتعلق بالسياسه، موضوعنا عمالي بحت. ايوه، كان في اختلاف في التعامل مع المطلب العمالي ده بينهم ولا؟ يعني الوزير السابق كمال ابو عيطه قام باستدعاء اداره الشركه قبل كده 3 مرات، ولكن اداره الشركه لم تستجيب. في عهد الاستاذه الدكتوره نهدي العشري الشركه استجابت ووعدت بان هي تحل المشكله في خلال الايام يعني قريبا. نامل من الله ان هي تتحل على خير، لان احنا بنحترم الشركه دي وبنحترم انتمائنا ليها.